من أبو باكر؟ يتصل بك أحد الأخوة يقول لك تعال مسوين قعدة سواليف. قل له والله اعتذر، عندي باكر موعد، لازم أراجع بعض الأوراق ولازم. يقول لك أوه يا معود، من أبو باكر؟ لا تهتم للغد، ترى صاحب محل وجهه عابس في وجه الزبون. تقول له وجهك هذا لا يجعل الزبون يشعر بالارتياح ولن يأتيك مرة أخرى، فيقول لك يا معود من أبو باكر، خلي أطلع عيشتي اليوم والله كريم. ترى شاب يتحدث مع صاحبه يقول له أركض ليل نهار لكي أدبر شراء سيارة، فتقول له عمي وراك زواج أهم من السيارة، فيقول لك يا معود من أبو باكر الله كريم. محامي رجل قانون تتحدث معاه يقول لك أنا أدبر لك هذا الموضوع بطريقة غير قانونية، فتقول له ماذا إذا انكشف غدا هذا الأمر، فيقول لك يا معود من أبو باكر. يستلم الراتب أول الشهر وينفق إنفاق المليونير، تقول له شلون تدبر حالك لآخر الشهر وانت هيجي تصرف؟ يا معود من أبو باكر عيش يومك وتونس. يأتيك ويطلب قرض كبير، فتقول له كيف سوف تسددني؟ فيقول لك يا معود من أبو باكر الله كريم. نعيش يومنا ولا نبحث عن التدبير والتخطيط للغد، ونحن نعيش في عالم الدنيا، فكيف سوف نخطط للغد عالم الآخرة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. التوازن والتخطيط أمران ضروريان في حياة الإنسان وواجبان، وبدونهما يضيع في سوء التدبير. ورد عن خير خلق الله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوام العيش حسن التقدير، وملاكه حسن التدبير. فيا ولدي أحسن التقدير والتدبير، تهنأ في حياتك، والسلام عليكم.